ايوه وادي مهاب ابنه اللي داخل مهاب ده محامي مبادله ما شاء فاتحه الله عليه يعني. حاجه بسم الله. وده المتهالك عادل القيعي الله الله الله. النجم النجم اللي احمد شوبير ما ادالكش وهشام وقته. سعيد طبعا. لا ما هو استدرجني على المسرح عشان ايه، ما يقول لك طب انت مطلعني عشان يقول لي اتكلم عليهم وبعدين اجي اتكلم ويقول لك كفايه. كابتن خطيب قال له انت استغليت فرصه ان قال له المهندس عادل عادل القيعي يبتدي راح طاير عليها. خدها منك. وادي الكابتن كابتن محرم محرم ربنا يديله ربنا يديله الصحه. الصحه. انا رحت انا هو